القضية الفلسطينية في صدارة مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني، والزعيمان يتوافقان على أهمية تضافر الجهود للتصدي لأزمات المنطقة. ميقاتي يدعو القوى السياسية لتجاوز الخلافات وانتخاب رئيس جديد للبنان، ويحذر من عواقب التأخير. المفوضية الأوروبية تعلن اكتمال موافقة دول الاتحاد خطياً على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وموسكو تؤكد أنها سترد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تكتسب العلاقات التاريخية المصرية الأردنية أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. وتعد العلاقات المصرية الأردنية نموذجاً يحتذى به لعلاقات قوية ووثيقة منذ القدم، كما ترتبط الدولتان بأواصر تاريخية ثقافية وعلاقات متميزة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القادمة ومع بعض دول المنطقة، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها. جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس العاهل الأردني بقصر الاتحادية، حيث أقيمت لملك الأردن مراسم الاستقبال الرسمي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
وعقب انتهاء الزيارة حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة. ثلاثية متميزة وخاصة تجمع بين مصر والأردن وفلسطين، وذلك امتدادا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدول الثلاث. وتأكيدا على تميز تلك العلاقات، تقف مصر والأردن بشكل دائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لدعمه ومساندة حصوله على حقوقه المشروعة. توافق في الرؤى والأهداف يميز العلاقات المصرية الأردنية، كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي، حيث تضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم. ومنذ استقلال الأردن عام 1946 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأصبحت الدولتان عضوين مؤثرين في جامعة الدول العربية والمنصات الدولية الأخرى، ومن بينها حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. التعاون بين مصر والأردن يتخذ أشكالاً متنوعة ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية، وتكتسب العلاقات السياسية بين القاهرة وعمان أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تبلورت علاقة ذات طبيعة خاصة بين كل من مصر والأردن وفلسطين. فمصر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه من خلال مساندة فلسطين مع الأردن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل لتسوية عادلة وشاملة بما يسهم في الحد من الاضطراب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط. وبتنسيق حثيث ومتواصل مع فلسطين والأردن، تلعب مصر دورا حيويا وبناء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وملفات المصالحة، فضلا عن موثوقية القاهرة وباعتراف العالم في التوسط حال اندلاع أي اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وعلى الجانب الآخر، تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في مدينة القدس انطلاقا من الوصايا الهاشمية التاريخية عليها، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. علاقات اقتصادية بمحاور مختلفة ومتعددة تجمع بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم في تعزيز وتنمية التعاون المشترك بين البلدين. ومن خلال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تسعى القاهرة وعمان إلى تنمية مجالات التعاون والتنسيق الاقتصادي بينهما. محاور عدة وضعت خصوصية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتدشن نموذجا راسخا للتعاون المثمر بين دولتين محوريتين. اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان المشتركة انتظاما في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، تسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين البلدين، حيث تم عقد 30 دورة نتج عنها توقيع نحو 160 بروتوكولاً واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات، انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين. حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت ارتفاعاً كبيراً بالتزامن مع التعاون المضطرد بين البلدين في العديد من المجالات، ليبلغ بنهاية عام 2021 نحو 775 مليون دولار، منها 572 مليون دولار صادرات مصرية و203 ملايين دولار صادرات أردنية. تتنوع بنود التبادل التجاري بين مصر والأردن لتضم المنتجات الغذائية والأثاث والسلع الزراعية والأسمدة والأدوية. الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 41 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 7 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019-2020، بنسبة ارتفاع قدرها 485.7%. مصر والأردن ترتبطان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن مصر كانت عبر تاريخها من أوائل الدول التي عملت على تمكين ذوي الهمم. وفي منشور عبر وسائل التواصل أشارت السيدة انتصار السيسي إلى أن مصر ستظل تعمل على تعزيز دور ذوي الهمم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة. دعم غير محدود واهتمام كبير أولته الدولة لأصحاب الهمم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري. أصحاب الهمم كان لهم نصيب كبير من استراتيجية الدولة المصرية وفكرها، فاتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الإطار، حيث طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها 13 مليونا من أصحاب الهمم، وهي البطاقة التي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص العمل. تضمنت الجهود أيضا إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وهو المجلس الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستوريا ونشر الوعي بها. وواصلت الوزارات ومؤسسات الدولة مبادراتها لمساندة أصحاب الهمم، فكانت مبادرة مصر بكم أجمل لتوعية ذوي الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. الاهتمام بذوي الهمم توج بإعلان عام 2018 عاما لذوي الهمم، والذي صدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش. هي إذن جهود حثيثة بذلتها وتبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بحماية ذوي الهمم وتوفير كل سبل الراحة والأمان والحفاظ على حقوقهم. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 667 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 656 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط قرابة 59 طن، إلى جانب ضبط أكثر من 512 طن في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض، وكذلك البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فيما تم ضبط قرابة 67 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فضلا عن ضبط 915 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 287 قضية خبز ناقص للوزن و218 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 42,760 قضية تموينية مستندية وعينية متنوعة، من بينها 131 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 44,109 اسطوانة، وضبط 90 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 5,887,009 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 346 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 406.5 طن سلع مدعومة،
كما تم ضبط 130 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 484.5 طن، وضبط 33 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 510.5 طن، وضبط 65 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 468.5 طن، كما تم ضبط 14,608 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 768 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 625 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 25,085 مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 834.5 طن دقيق بلدي، إضافة إلى ضبط 24 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 272 طن أسمنت و 11.5 طن حديد، كما تم ضبط 1166 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 12,951 طن أرز شعير، كما تم ضبط 1081 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 261,326 عبوة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 2,613,113 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 891,090 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 11,732 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 655 سائقا منهم، كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3027 من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية 11 حالة، كما تم فحص 2668 مركبة وتبين مخالفة 79 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 1484 سيارة و162 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 25,204 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 3,671 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 5,465 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 10,701 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 13,305 مخالفة ملصقات، وضبط 97 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 346,250 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 295,863,135 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 916 قضية، من بينها 463 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، وضبط 453 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة،
ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 146 قضية بقيمة مالية 534 مليون و425 ألفا و731 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9189 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 19 مليار و725 مليون جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 29 مليون و530 ألف و848 جنيها. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ضرورة وجود إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت. وأشار ميقاتي إلى أهمية استكمال إقرار القوانين الإصلاحية قبل الانتقال إلى إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي بما يؤمن الفرصة المناسبة للتعافي الاقتصادي. كما أكد ميقاتي أن لبنان يعيش حاليا أزمة خانقة ظهرت انعكاساتها على مختلف القطاعات. أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي نجاح القوات في تفكيك وحدة القيادة والسيطرة لدى تنظيم داعش الإرهابي، وقال الخفاجي إن تحطيم وحدة القيادة والسيطرة للتنظيم كان إحدى أهم أولويات الأجهزة الأمنية والاستخبارية، مشيرا إلى مقتل أعداد كبيرة من قادة التنظيم وانهيار منظومة القيادة، ما أربك صفوف عناصره وجعله غير قادر على تنفيذ أي عملية إرهابية مؤثرة. في الأزمة الروسية الأوكرانية، أكد كريملين أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين سيزور منطقة دونباس التي أعلن ضمها نهاية سبتمبر الماضي في الوقت المناسب. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا دون شروط. وقال بيسكوف إن مطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمغادرة روسيا للأراضي الأوكرانية قبل بدء المباحثات سيجعل المفاوضات مستحيلة، مؤكدا أن موسكو تفضل الطرق الدبلوماسية للتفاوض. أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا، وذلك في إشارة إلى حديث الرئيس الروسي بأن الناتو يقترب من حدود روسيا وينشر أسلحة يمكن أن تهددها. كما أعرب ماكرون عن رغبته في التحدث مع بوتين بعد إجراء محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا. تأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. إلى ذلك، توقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن تقوم حوالي 60 سفينة بتصدير الحبوب قبل ربيع عام 2023 في إطار برنامج الحبوب من أوكرانيا. وقال زيلنسكي إن السفينة الأولى غادرت بالفعل إلى إفريقيا بشحنة من القمح وستتبعها سفينة ثانية، وأضاف أنه سيتم تحميل ثلث الكمية بالقمح متجهة إلى الصومال، لافتا إلى أن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير ما يقرب من 13 مليون طن من المنتجات الزراعية.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أكملت الموافقة الخطية على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا بواقع 60 دولارا للبرميل، مما يمهد دخوله حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل. من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن تحديد سقف الأسعار النفط الروسي عند 60 دولار هو قرار ضعيف وغير جاد في الضغط على العلاقات الروسية في الأثناء. وقال كذلك الكرملين إن روسيا لن تقبل فرض مجموعة السبع وحلفائها حدا أقصى لسعر النفط الروسي، كما نقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر، مضيفا أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد. أزمة طاحنة تمر بها دول الاتحاد الأوروبي بسبب إمدادات النفط الروسي، وبعد فشل عدة محاولات للاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي بحراً، اتفقت أخيراً دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، وذلك للمنقول عن طريق البحر. هذا ورحب البيت الأبيض بتوصل الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى قدره 60 دولاراً للبرميل على النفط الروسي، مؤكداً أن الصفقة يجب أن تساعد في الحد من قدرة الرئيس الروسي على تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت الخزانة الأمريكية إن الحد الأقصى الذي أقره الاتحاد الأوروبي على سعر النفط الخام الروسي سيحافظ على تزويد الأسواق العالمية بإمدادات جيدة. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن هذه الخطوة ستحد من عائدات موسكو النفطية وتحرمها من مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن سقف السعر سيزيد من تقييد إيرادات موسكو. وبحسب المفوضية الأوروبية فإن هذا السقف سيسهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية وسيفيد بشكل مباشر الاقتصادات الناشئة والدول النامية، إذ يمكن بيعها النفط الروسي بأسعار أقل من السقف المحدد. هذا ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى والبالغ 60 دولاراً، من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عمليات التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظراً مثل الصين أو الهند. وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي على خطة فرنسية لتقديم مليار يورو لدعم الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية أو تلك التي لها شراكات عمل مع مؤسسات دول أخرى في الاتحاد وتضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح بيان لمفوضية الاتحاد الأوروبي أن الخطة الفرنسية تستثني شركات الأعمال المالية والبنوك من الاستفادة منها، مقتصرة فقط على الشركات الإنتاجية والصناعية، حيث سيتم تقديم قروض مدعمة وميسرة السداد إلى 6 سنوات للمؤسسات الاقتصادية المتضررة. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. بعد أيام من إرجائها، واشنطن تبدي استعدادها لإجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة نيو ستارت النووية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة نيو ستارت النووية. يأتي ذلك على الرغم من اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج سلوك مناهض لها واستندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام. في محاولة لفتح قنوات اتصال مع موسكو وتهدئة الأجواء الساخنة بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بينهما بسبب الأزمة الأوكرانية، تحدثت واشنطن عن استعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع الجانب الروسي. وكان من المقرر أن تجتمع روسيا والولايات المتحدة في 29 من نوفمبر الماضي إلى 6 ديسمبر الجاري لإجراء محادثات حول نيو ستارت، وهي آخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح بين أكبر قوتين نوويتين في العالم. وكان الاجتماع سيمثل لقاء نادرا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا منذ 9 أشهر، ولكن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن المحادثات ولم تحدد موعدا جديدا للاجتماع، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن روسيا أرجأت الاجتماع الذي كان سيستمر أسبوعا بشكل مفاجئ ومن جانب واحد. وأضاف أن أي تلميح بأن الولايات
المتحدة تتحمل المسؤولية خاطئ تماما، وأكد أن واشنطن لا زالت على استعداد للاجتماع مع روسيا لاستكمال المحادثات بشأن معاهدة نيو ستارت التي أبرمت في 2010 عندما كانت العلاقات أكثر دفئا، وقيدت روسيا والولايات المتحدة بحد أقصى من 1550 رأسا حربيا نوويا لكل منهما، وهو تخفيض بنسبة 30% تقريبا عن الحد السابق الذي وضع عام 2002. وكانت روسيا قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستعلق عمليات التفتيش الأمريكية في مواقعها العسكرية بموجب المعاهدة، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردا على عرقلة الولايات المتحدة لعمليات التفتيش الروسية. مساعي الولايات المتحدة للتفاوض مع روسيا وخفض التصعيد تتوالى رغم الأجواء القاتمة التي تخيم على العلاقات بين البلدين، على خلفية تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لعزل ومعاقبة روسيا اقتصاديا على خلفية الأزمة الأوكرانية. شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن أسطول الولايات المتحدة هو أكبر رادع يوفر التفوق في الجو. وأكد أوستن عقب الكشف عن القاذفة الجديدة B-21 رايدر التزام واشنطن مع الحلفاء لمواجهة القوى المعادية وتعزيز اعتماد خياراته أن الردع لتحقيق التفوق وحل النزاعات. وكشفت الولايات المتحدة الستارة عن سلاحها الاستراتيجي الجديد، وهو عبارة عن طائرة مقاتلة باسم الشبح B-21 رايدر في مدينة بالمدال بولاية كاليفورنيا، ويمكن تشغيلها بلا طاقم وقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدامها لأسلحة تقليدية. اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح الناخبين من أصول إفريقية تأثيراً أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقتراع الرئاسي. ويتعين أن تحظى التعديلات بدعم لجنة قواعد اللوائح الداخلية التابعة للجنة الوطنية الديمقراطية قبل التصويت عليها من قبل اللجنة الوطنية الديمقراطية مطلع العام القادم. في طريقهما للمكتب البيضاوي، بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنافسه التاريخي دونالد ترامب في مغازلة الناخبين ولا سيما من أصول أفريقية أو عرقية ملونة، إلا أن حركة التفاف جديدة من بايدن قد تغير موازين اللعبة لصالحه. ففي اقتراح أخير طالب بايدن الذي يخطط للترشح مجددا في 2024 بإدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في اختيار مرشح الحزب للاقتراع الرئاسي. ويدعو مقترحه إلى إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للعام 2024 في ساوث كارولينا، حيث يقطن عدد كبير من السكان من أصول أفريقية بدلا من أيوا التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيو هامشير الصغيرة، حيث يبدأ التصويت تقليديا. وفي رد سريع على الاقتراح، اتهم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة في العام 2024
الصين اتهم الديمقراطيين بإدارة ظهورهم للأشخاص الطيبين الذين يعملون بجد في ولاية أيوا. يأتي ذلك في الوقت الذي استقبل قادة الديمقراطيين في أيوا ونيو هامشير مقترح بايدن بفطور. من جهة أخرى، فإن منح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرا أكبر في بداية الانتخابات التمهيدية سيعزز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس إذا اختار بايدن عدم الترشح وحلت هي مكانه في السباق إلى البيت الأبيض. ووحدها السنوات المقبلة قد تحدد إذا كان من الممكن أن تصل للمكتب البيضاوي مرشحة ذات أصول ملونة مثل كامالا هاريس أم يعود ترامب لبيته الأبيض. نظمت وزارة الإسكان زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى مدينة العالمين الجديدة. تهدف الزيارة إلى الاطلاع على مراحل تطور مدينة العالمين وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها بالمدينة. في إطار النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر بعدد من المدن الجديدة، نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارة ميدانية موسعة لوفد من طلاب وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى مدينة العالمين الجديدة للإطلاع على مراحل تطور المدينة وعدد من المشروعات التي تم تنفيذها. والهدف من الزيارة دي إن احنا نبدأ نشوف الناس للطلبة تحديدا هي إيه الهدف، إيه الدور اللي بتقوم بيه المدن اللي هي بتتعمل، المدن دي ايه نوعية الاستخدامات اللي بتبقى موجودة فيها، ايه الدور التنموي، الرؤية بتاعت المدينة. الهدف من الموضوع ده ان الناس تنزل على ارض الواقع تبدأ تشوف اللي بيتعمل، غير ان انا قاعدة بسمع ده في مدينة العالمين مدينة ابراج. لا، الموضوع هما بدأنا في الاول بعرض برزنتيشن للمدينة، قلنا ايه المدينة، ايه الهدف بتاعها، الاستخدامات الاساسية اللي موجودة فيها، نسب التنفيذ، احنا ايه المراحل اللي شغالين فيها. بدأ ردود افعال من الطلبة تظهر، لا الموضوع بدأ يكون مختلف. الزيارة بدأت بتلقي شرح تفصيلي عن المخطط العام للمدينة متضمنا عرضا عن مختلف المشروعات التنموية التي تم تنفيذها، ثم جولة ميدانية لتفقد أهم معالم المدينة من منطقة عمارات الداون تاون وأهم معالم المدينة التراثية والممشى السياحي ومنطقة الأبراج والمنطقة الترفيهية. كنت فاكرها إن هي مكان مهجور وصحراء وما فيهوش أي حاجة خالص غير الأبراج بس اللي بنشوفها يعني، وكمان كنت فاكرة ان مفيش حاجة اشتغلت، بس الصراحة جيت هنا اتفاجئت ان المكان حتى هنا مش بيشتغل بس 3 شهور في السنة زي اماكن كتير، لا احنا يعني استغلنا حاجة كويسة قوي عندنا زي السياحة والكلام ده، ان هي بتشتغل طول السنة. مدينة كاملة متكاملة ويكون مش بس سياحية، تكون لا كمان سكانية وتوفر خدمات، وبيبقى فيها خدمات طاقة وتحلية مياه وخدمات كتير تقدر توفر للناس سكن مش موسمي، لا سكن طول السنة عادي. فخورة باللي بيحصل، و يعني بجد في حاجات كتيرة قوي انا مكنتش اعرف عنها غير لما جيت وشفت. فبجد حاجة انا كنت عايزة اتكلم فيها انه ليه السوشيال ميديا مش مبينة قد ايه يعني كل ده موجود. وفي حاجة ان في ناس كتيرة قوي شايفة ان احنا يعني في السوشيال ميديا مسلطين اكتر على الابراج، مع ان دي حاجة اصلا يعني بتبين قد ايه احنا متقدمين، لان في ناس كتير قوي فاكره ان احنا ما عندناش الحاجات دي. بالنسبه لي المدينه مش مجرد ان هي مدينه ناس تيجي تصيف فيها وتمشي بس، هو في جامعات وفي مولز وفي حاجات للانترتينمنت عامه، وده غير الخدمات اللي بتقدمها، فهي ممكن تبقى مدينه للناس تسكن فيها وتعيش فيها على طول. وفيها يعني من التطورات اللي حصل مدينه العالمين سواء في المناطق السكنيه زي الداون تاون والمدينه التراثيه والابراج السكنيه، فدي حاجة كويسة جدا اللي ممكن تأهل مصر لمستوى عالي جدا. ومع نهاية الجولة أبدى الطلاب رغبتهم في تكرار مثل تلك الزيارات إلى المدن الجديدة والمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذ في زمن قياسي وبجودة عالية بما يحقق جودة الحياة للمصريين. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على دعم جميع مؤسسات الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على قيام المحافظة باتخاذ الإجراءات من أجل هؤلاء. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم الذي أقيم في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش، ودعا المحافظ إلى زيادة الوعي لدمج ذوي الهمم في مختلف مناحي الحياة ودعمهم والمساندة على تأهيلهم للاندماج مع باقي أفراد المجتمع. تفقدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مبنى دار الكتب والوثائق القومية وبكورنيش النيل والتي شملت قاعات البحث والاطلاع،
ومعمل المسح الرقمي ومركز ترميم وصيانة الوثائق وعددا من الأقسام المختلفة. ووجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة عاجلة لترميم ورفع كفاءة عدد من الأقسام التي تحتاج إلى التطوير والتحديث والاهتمام برفع كفاءة منظومة التأمين والإنذار المبكر، بالإضافة إلى الحرص على مراجعة تلك الأنظمة بشكل دوري وتحديثها باستخدام تكنولوجيا التصوير المتطورة عالية الدقة. كما وجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في رقمنة الوثائق وحفظها بشكل يناسب أحدث وسائل الأرشفة العالمية لتقديم خدمة مميزة للباحثين. التقى السفير المصري في بروكسل بدر عبد العاطي كل من منسقي الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب وسكرتيري عام مساعد حلف شمال الأطلنطي للتحديات الأمنية البازغة ورئيس التنفيذي لوكالة الدفاع الأوروبية، وذلك لبحث ملفات مكافحة الإرهاب والأمن السبراني والدفاع والأمن. وقد ناقش عبد العاطي خلال اللقاءات المتنوعة سبل تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعظيم الاستفادة من الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتي تستمر لعامين. كما استعرض السفير المصري النجاحات التي حققتها مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف اعتمادا على المقاربة المصرية الشاملة. تواصل الدولة جهودها لتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يشهد نظام الرعاية الصحية في مصر تحسينات متعددة لضمان صحة وحياة الشعب المصري. خطوات واسعة تقطعها الدولة في عملية تطوير المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمواطنين في كل مكان. من أحدث هذه الخطوات نجاح الدولة في تطوير مستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة بني سويف وتشغيلها تجريبيا بعد تطويرها ضمن خطة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية. تم التشغيل التجريبي لمستشفى إهناسيا التخصصي بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمستشفى بتكلفة إجمالية 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية والغير طبية في المستشفى. المستشفى بتضم جميع الأقسام زي الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، حضانات الأطفال، الغسيل الكلوي، أقسام الأشعة بمختلف تجهيزاتها، بجانب الأقسام الداخلية على أعلى مستوى. بنقدم خدمة للمواطن على مدار 24 ساعة من خلال استقبال والطوارئ، من خلال العيادات الخارجية، من خلال الرعايات المركزة، من خلال الحضانات. الأقسام الداخلية عندي كومبليت فور 24 hours 24 ساعة كاملة. عندنا خدمة بتليق بالمواطن المصري في ظل دولة جديدة، في ظل صحة جديدة، في ظل حياة جديدة. عندي العيادات المسائية شغال على مدار من 9 شغالة صباحيا، وشغالة المبادرة طبقا للمبادرة الرئاسية شغالة مسائية العيادات المسائية. كان معايا حالة هنا، كان حالة تعبانة جدا، وجيت هنا بسم الله ما شاء الله لقيت إمكانيات عالية جدا. يعني اعتبر والله بدون مجاملة وبدون نفاق، ناس ما شاء الله، دكاترة فوق الممتازين، ممرضين، ممرضات، كل الناس اللي هنا، أمن كله بصراحة كان في خدمتنا. التطوير الكبير يهدف لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة في كافة أنحاء البلاد، وبلغت تكلفة إنشاء المستشفى حوالي 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية. يضم المستشفى المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وأقسام التعقيم والأشعة والطوارئ والاستقبال والغسيل الكلوي والحضانات، كما يضم غرف العمليات ووحدات العناية المركزة وغيرها لتخدم أهالي مركز ومدينة إهناسيا وتمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية. جهود متواصلة تبذلها الدولة في محاولة توفير كل سبل الراحة وتقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة حسين، شكرا محمد عبدو، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها. وتواصل المركز مع وزارة الزراعة التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لانتشار مرض الحمى القلعية بين الماشية في مصر نتيجة غياب حملات التحصين لحمايتها. وشددت على توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية بشكل دوري ضد أي أمراض وبائية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع منذ 19 من نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب إلى 1783 دولار للأوقية، محليا سجل عيار 18 نحو 1371 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1600 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين سجل عيار 24 نحو 1829 جنيه. بالنسبة لسعر الجنيه الذهب وصل سعره إلى 12800 جنيه. في أسواق البترول العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط مع ترقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك بلس وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.5% لتبلغ نحو 85 دولار و57 سنت للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 79 دولار و98 سنت للبرميل، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.61% لتصل إلى 3 دولارات و17 سنتا للتر. كذلك تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.78% لتسجل نحو 6 دولارات و28 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رجحت مصادر في مجموعة أوبك بلس إبقاء المجموعة على أهدافها لإنتاج النفط عندما تجتمع غدا، وذلك بعد اتفاق دول مجموعة السبع على حد أقصى لأسعار النفط الروسي. اتفقت أوبك بلس في أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي حتى نهاية عام 2023، وذكرت أنها خفضت الإنتاج بسبب توقعات ضعف الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة. خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للجدارة الائتمانية لفرنسا إلى سلبية بدلا من مستقرة. وخفضت الوكالة أيضا توقعات النمو الاقتصادي في فرنسا في عام 2023 إلى 2% بدلا من 1.7%. جاء خفض النظرة المستقبلية نتيجة الضغط المتزايد على المالية العامة للدولة بسبب تباطؤ الاقتصاد وإجراءات الحكومة الفرنسية لتخفيف تأثير زيادة التضخم في أسعار الطاقة عن كاهل الأسر والشركات. تراجعت أسعار الغذاء العالمية في شهر نوفمبر الماضي لشهر الثامن على التوالي في مؤشر على بدء تراجع الضغوط التضخمية. وأفادت وكالة بلومبرج أن مؤشر الأمم المتحدة أسعار الغذاء انخفض بنسبة 1% في نوفمبر الماضي إلى أدنى معدلاته منذ يناير، مشيرة إلى أن تجديد اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا أدى إلى انخفاض أسعار القمح والذرة في الوقت الذي تؤدي فيه المخاوف من حدوث ركود عالمي إلى الحد من الطلب على الغذاء. عقد التحالف الوطني للأحزاب المصرية اجتماعا ناقش فيه المحور الاقتصادي باللجنة لجنة الحوار الوطني الذي يضم العديد من الجهات التي تعمل لصالح مصر. وخلال الاجتماع تم التأكيد على احترام حقوق الإنسان في مصر ردا على بيان الاتحاد الأوروبي، كما تم مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها لجنة العفو الرئاسي. وشدد على أن حقوق الإنسان لا تتوقف عند الخروج من السجن فقط بل أيضا صحة الإنسان وتوفير الخدمات له. وناقش كذلك الاجتماع التحديات في مجال الزراعة والاقتصاد وغيرها من الأجل للوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات. دعا
ضرورة دعم الصناعة بقوة، ضرورة دعم الزراعة بقوة، ثم بعد كده نبتدي نتكلم عن أي شيء آخر زي الضرائب زي الدين العام. الدين العام النهاردة احنا بنتكلم فيه واحنا الأمور واضحة كلها بالنسبة للناس كلها، محتاجين انه يتخفض، محتاجين ان الكلام ده كله مش هيجي الا بالانتاج، مش هيجي الا بقوة العمل، مش هيجي الا زي ما سيادة الرئيس في كل الكلام لقاءاته بيقول لابد من العمل، لابد من الانتاج، لابد من الاهتمام بالانتاج، وان احنا كمان نطور الانتاج ونخليه متميز عشان نقدر نصدره للخارج. لابد ان الدولة المصرية تتجه الى السياسة الانتاجية من الناحية الصناعية والزراعية وتطوير الانتاج والوصول الى اعلى معدلات الجودة في هذه المجالات، باعتبار ان لابد من الوصول الى اعلى معدلات تصدير، واتباع السياسة التصديرية في المرحلة الجاية دي مهم جدا عشان نجيب عملة صعبة من الخارج نقدر نواجه بها التحديات الاقتصادية المتعددة، خاصة بعد الازمات المتلاحقة، ازمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من أعباء، واقتصاديات العالم كله تأثرت بهذه الأزمات المتلاحقة، وكان علينا أن احنا نسلك طريق خلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمل حوار وطني مهم جدا تكون فيه رؤى متبادلة ورؤى متكاملة وشاملة بخصوص الوصول إلى معايير مهمة جدا تقوم على دراسات علمية متأنية هدفها سد العجز في الموازنة وتقليل التضخم وكمان القضاء على البطالة وتعظيم الناتج القومي والدخل القومي. النهاردة اتكلمنا عن الصناعة ودار حوار شامل لبعض الآراء، اتكلمنا عن الضرائب وإيه الدولة الحاجات اللي هي أهمية إن الدولة يبقى لها دور عشان تشجع المستثمر، اتكلمنا النهاردة بعض اللي تحدثوا عن الطلب إن أهم حاجة الفترة القادمة أن تعيد الدولة الثقة مع المستثمر، إن المستثمر يبقى عودة الثقة بينه وبين الدولة عشان يقدر المستثمر، إزالة المعوقات اللي هي بتؤدي، لأن إحنا عارفين إن أي زي ما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي أو في كل حواراته إن إحنا عايزين نعدي 100 مليار صادرات، لان ما ينفعش دوله زي مصر بحجم مصر يبقى بتصدر ب 33 مليار وبتستورد ب 81 مليار، يعني يبقى عندي كل سنه عجز 48 مليار، عشان كده لما قال ان احنا عايزين نوصل صادراتنا الى 100 مليار كان الهدف منه لما استورد ب 81 وصدر ب 100 مليار يبقى كل سنه هيضاف للاحتياطي النقدي بتاعي 19 مليار دولار، طب اهم حاجه بتعلي هذا هو ايه؟ هو مجالين الزراعه والصناعه. والآن مع أخبار الرياضة بمنافساتها تستعرضها لنا فاطمة خليل، إليك فاطمة مرة أخرى. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا، والآن وقفة مع الأخبار الرياضية. البداية مع إنجاز مصري، حيث أحرز يوسف شامل برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 عاما والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من الثالث حتى الرابع من ديسمبر الجاري. كان يوسف شامل قد ضمن تتويج بالميدالية بعد فوزه على بطل أوزبكستان في دور ربع نهائي بنتيجة 15-6. تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-1 في أولى مباريات الدور الإقصائية، وتنتظر كتيبة المدرب لويس فان غال الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا لملاقاته في دور الثمانية مساء الجمعة المقبل. هذا وتقام الآن على استاد أحمد بن علي مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره الأسترالي في الدور 16 بالمونديال، حيث تشير النتيجة الآن إلى تقدم الأرجنتين على أستراليا بهدف نظيف. تأهل منتخب الأرجنتين إلى مواجهات دور 16 بعد سيناريو مثير في دور المجموعات وحصده 6 نقاط وتصدر مجموعته، فيما تأهل منتخب أستراليا بعدما فاز على تونس بصعوبة في الجولة الثانية بهدف نظيف قبل أن يفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة بهدف نظيف أيضا.
هذا وتلتقي غدا فرنسا وبولندا في 5 مساء في دور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 على ملعب الثمامة، فيما تواجه إنجلترا سنغال في 9 مساء على ملعب البيت. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري من قطر محمود شاكر عبر زوم. محمود، تحياتي لك محمود، وانقل لنا أخبار المونديال فيما يخص مباراتي اليوم هولندا والولايات المتحدة والأرجنتين واستراليا، وكذلك استعدادات مباراتي الغد. تحياتي ليك أكيد يا فاطمة، وتحياتي للجميع مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، من هنا من العاصمة القطرية الدوحة تحديدا في مدينة الأولوا، واحدة من أجمل الأماكن السياحية في قطر واللي بتكتسب بمشجعين كتير جدا هنا. طبعا شفنا النهاردة مباراة هولندا وأمريكا، أول مباراة في دور 16، خلاص دور المجموعات انتهى، وللأسف المنتخبات العربية جميعها خرجت باستثناء المنتخب المغربي اللي قدم واحدة من أجمل الملاحم الكروية زي ما نقدر نقول في تاريخ العرب في مشاركاته. النهاردة كانت أول مباراة ما بين المنتخب الهولندي والمنتخب الأمريكي، ولحد النهاردة يعني لغاية دلوقتي ما فيش أي مفاجآت موجودة. المنتخب الهولندي تفوق 3-1 على المنتخب الأمريكي في استاد خليفة، وبرضو واحد من أجمل الأماكن أو أجمل الاستادات الموجودة هنا في الدوحة. منتخب الهولندي يروح لدور الثمانية عشان ينتظر الفائز من المباراة اللي أنا بكلمك دلوقتي شغالة ودلوقتي بين الشوطين. منتخب الأرجنتيني متفوق بهدف عن طريق ليونيل ميسي، عشان لأول هدف في الأدوار الإقصائية يحرزه ليونيل ميسي برغم مشاركته في 4 مونديالات سابقة، ولكن ده أول هدف يحرزه في مباراة إقصائية. لو الأرجنتين كسبت النهاردة هتلعب هولندا في مواجهة تبقى قوية جدا 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 في دور الثمانية. عندنا مباريات بكرة زي ما سمعتك بتكلمي، ولكن عاوز أكلمك عن الأجواء هنا في الدوحة. الأجواء الجماهيرية خفت بشكل كبير للأسف بعد خروج المنتخب السعودي وخروج المنتخب التونسي. كلنا عارفين الجماهير السعودية كانت يعني موجودة في كل الأماكن في الدوحة، وموجودة في كل الأماكن والشوارع وكل الفان فيستيفالز وكل المدن، ولكن طبعا بعد خروج السعودية في المباراة الأخيرة أمام المكسيك والأداء اللي كان سيء جدا جدا، جماهير السعودية تقريبا كلها رجعت باستثناء اللي هم مقيمين هنا في الدوحة وهم عددهم مش كبير، ولكن ده يعني فض الدوحة شوية من الجماهير السعودية. ولكن اللي متبقي دلوقتي هي الجماهير المغربية اللي في كل الأماكن في كل الشوارع، كل يوم تشوف تلاقي في الأماكن هم شغالين بالعربيات وشغالين مزيكا وعاملين يغنوا الأغاني المغربية. في يعني عندهم أمل كبير جدا إن هم ممكن يعدوا لأكثر من دور ال 16. منتخب المغرب منتخب قوي جدا جدا، منتخب العربي الوحيد اللي بيضم لعيبة فعلا بتلعب كلها في التوب ليفل في أوروبا، أشرف حكيمي وحكيم زياش وبونو وناس كتيرة جدا. فطبعا كل العرب هنا خلاص بيلتف حوالين المنتخب المغربي بعد ما كنا بنشوف اهازيج وبنشوف اغاني وبنشوف احتفالات بكل المنتخبات الجماهير المنتخبات اللي كانت موجوده هنا سواء السعودي او التونسي او القطري. فبالتوفيق اكيد لكل المنتخبات، مفيش بقى غير المنتخب المغربي، التوفيق اكيد ليه ان شاء الله. شكرا الزميل محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من كنت معنا من قطر عبر زوم مباشرة حيث إقامة المونديال قطر 2022. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيلس حتى نهاية المونديال بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة. من ناحية أخرى، قال طبيب منتخب البرازيل أن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاهل، بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور 16 لكأس العالم. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لهبة محمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. أشكرك فاطمة. يعود طاقم سفينة الفضاء الصينية تشينشو 14 بعد مكوثه في محطة الفضاء الصينية لمدة نصف عام وأداء مهمته بالتناوب مع زملائهم في تشينشو 15 إلى الأرض يوم الأحد. ومن المتوقع أن يهبط رواد الفضاء الثلاثة في الصحراء في صحراء جوبي بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين. والتقى طاقم تشينشو 14 برواد الفضاء الثلاثة من تشينشو 15 في محطة الفضاء الصينية
الأربعاء الماضي، وهو تجمع تاريخي بلغ ذروته في القوى العاملة في معمل الفضاء في المدار الذي وصل إلى 6 رواد لأول مرة. نتحول إلى أخبار الطقس. تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة 9 فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف ومدن المحافظات والجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، اسكندرية 22، 15، المطروح 21، 12، بورسعيد 22، 15، إسماعيلية 24، 12 وجوها معتدل. أما السويس 24، 15، العريش 23، 14، طابة 22، 14، شرم الشيخ 26، 18، الغردقة 26، 17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26، 13، أسوان 27، 14، الوادي الجديد 25، 8، شلاتين 27، 20، حلايب 26، 20 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت نشرة 9، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. القضية الفلسطينية في صدارة مباحثات الرئيس السيسي والعاهل الأردني، والزعيمان يتوافقان على أهمية تضافر الجهود للتصدي لأزمات المنطقة. ميقاتي يدعو القوى السياسية لتجاوز الخلافات وانتخاب رئيس جديد للبنان، ويحذر من عواقب التأخير. المفوضية الأوروبية تعلن اكتمال موافقة دول الاتحاد خطياً على فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي، وموسكو تؤكد أنها سترد. نهاية نشرة 9، لكن هواء 9 متواصل معكم، والإعلام يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. ازيك يا هبة؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله.
تفتكروا ايه اللي هيحصل في المباحثات اللي حصلت النهارده ما بين الرئيس وما بين العاهل الاردني على القضيه الفلسطينيه تحديدا؟ اكيد في القلب دايما القضيه الفلسطينيه. نتمنى باذن الله ان احنا نجد حلول قبل الانتخابات بتاعه امريكا اللي جايه، لان الانتخابات يعني غالبا مش هتيجي في صالح القضيه تحت حل من الاحوال. عموما المنطلقات والثوابت للسياسه المصريه تجاه القضيه الفلسطينيه هي اللي دايما باقيه. بنتمنى ان بس يسمعوا كلامنا في حل الدولتين على الاقل، بس يا مسهل الحال. اشكركم، شكرا يا هبه، شكرا يا محمد، واستاذنكم نبدا فقراتنا.